وقفة مع أخبار المال والأعمال. إلى دينا شرف نتحول معكم الآن، أهلا بك دينا، تفضلي. شكرا لك نهى، شكرا لك دينا، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحرارية والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة للقطاع للفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 بنسبة 34%، وسجلت صادرات القطاع 1,126,000,000 دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 839,000,000 دولار. وتصدرت كندا الدول التي تصدر لها مصر الحلي والأحجار الكريمة، حيث بلغت صادرات مصر لها 601,000,000 دولار خلال نفس الفترة، تلتها دولة الإمارات بالمركز الثاني. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع مقابل مشتريات المستثمرين الأجانب، وسجل رأس المال السوقي مستوى 758 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند 11,262 نقطة ليتراجع بنسبة 74%، ويغلق عند مستوى 11,179 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2,213 نقطة ليرتفع بنسبة 29%، مغلقا عند مستوى 2,219 نقطة. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3,226 نقطة ليستقر عند مستوى 3,226 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24.22 جنيها للشراء و 24.31 جنيها للبيع. سجل اليورو 24.13 جنيها للشراء و 24.22 جنيها للبيع. الجنيه الاسترليني 27.55 جنيها للشراء و 27.67 جنيها للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 6.59 جنيها للشراء و 6.62 جنيها للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 6.44 جنيها للشراء و 6.47 جنيها للبيع. وفي منطقة الخليج، اختتمت سوق الأسهم السعودية التداولات على ارتفاع مقتفية أثر أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا حادا الجمعة الماضية. وصعد المؤشر الرئيسي بالبورصة السعودية بنسبة 0.7% بدعم من زيادة بنسبة 1.6% في سهم شركة النفط العملاقة أرامكو. وفي البحرين تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1%، بينما صعد مؤشر الكويت بنسبة 95%. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى نهى ودينا، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا.